قبرص الرومية غارقة في الرعب بسبب بايراكتار التركية. وزارة دفاعهم تقول القاعدة الجوية للطائرات المسيرة المسلحة تشكل تهديدا كبيرا لنا. بايراكتار تقلب الموازين. نشرت صحيفة كالثمرن اليونانية تقريرا لها حول قلق ورعب قبرص الرومية من الطائرات المسيرة التركية المتواجدة في قاعدة جيتشيت كالي في قبرص التركية. وفي السياق أفاد وزير الدفاع القبرصي الرومي في مقابلة مع الصحيفة أن بلاده زادت الميزانية الدفاعية بمقدار 46 مليون دولار، كما يحاولون اتخاذ تدابير مضادة ضد المسيرات التركية. تشير الصحيفة إلى أن الطائرات المسيرة التركية حققت نجاحات وانتصارات عديدة وقلبت موازين القوى في مناطق الصراع، ولا سيما في ليبيا وكرباغ، وما زالت هذه الطائرات تثير قلق وخوف العديد من البلدان. وأشار الوزير الرومي إلى أنهم يراقبون عن كثب وجود الطائرات المسيرة التركية، ولكن في حقيقة الأمر أن المسيرات المسلحة التركية بايراكتاريها تراقب كافة تحركات الجانب الرومي من الجزيرة وتسجل أدق الإجراءات التي يتخذونها بشكل آني دون توقف. يشار إلى أن صحيفة ريال اليونانية أيضا نشرت تقريرا مطلع الشهر الجاري سلطت الضوء فيه على تطوير تركيا لتكنولوجيا الطائرات المسيرة، حيث أشارت إلى أن اليونان تعيش حالة من القلق واليأس بعد فشلها في إيجاد حل ضد الطائرات المسيرة التي تثير القلق في أثينا بعد استطلاعاتها في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجا. الجدير ذكره أن هناك مطالب كثيرة من بلدان عديدة حول العالم فيما يتعلق بشراء مسيرات وأسلحة من تركيا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أمام مرآة ومسمع العالم أجمع.